مساء الخير لجميع المتابعين ومتابعينا في الأردن. رحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال هذه الليلة وأيضا خلال يوم غد. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية، 19 درجة مئوية، الملموسة 18، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. توقعات الجوية اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، انخفاض قليل على درجات الحرارة مقارنة بما سجلناه يوم أمس، لكن تستمر الأجواء حارة نسبيا. المفرق 30 إلى 18، إربد 29 إلى 18، جرش 30 إلى 20، وعجلون 27 إلى 18 درجة مئوية مع أجواء صافية. المنطقة الوسطى، الزرقاء 31 إلى 20، البلقاء 29 إلى 20، عمان 29 إلى 19، مأدبة 30 إلى 19، والبحر الميت طقس حار 36 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 28 إلى 18، نفس الحرارة والأجواء في الطفيلة، الشوبك 26 إلى 16، معان 29 إلى 17، والعقبة طقس حار 37 إلى 25 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، غبار خفيف الأزرق 34 إلى 20، أرويشة 33 إلى 19، والصفاوي 34 إلى 19 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.